بشر المريسي الحنفي وصاحب الفرقة المريسية، وله أقوال نسأل الله السلامة والعافية. يقول: إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر، وإنما هو علامة على الكفر. وقد قيل إن أباه كان يهوديا، وكان لا يعرف النحو في كلامه يلحن، وهو من قرية بمصر ثم انتقل إلى بغداد، مع أن أصله أيضا مولى.